بعد قرية نيزي التي كانت آخر محطات عدسة الشروق الإخبارية بولاية تمرازت، تواصلت الرحلة في عمق الصحراء الجزائرية ب600 كيلومتر أخرى وصولاً إلى قرية أمجيد التي استقبلنا أهلها بالتهاليل والغناء. الكهرباء، الصحة، التعليم، المرافق الشبانية والرياضية هي جملة انشغالات سكان أمجيد. التوسعيين، إنجاز 4 مساكن وظيفية للمعلمين، كيفات هوائية والتدفية، إعادة الاعتبار للإنارة لجميع الأقسام. خاصنا نتعلم الخياطة، خاصنا نتعلم نحو الأمية باش نقرأ ونتعلم، كاينين نسونا نتعلم ونقرأ نحو الأمية والتكوين. المسؤول الأول عن الولاية اعترف بالنقائص الموجودة بالقرية ووعد بإيجاد حل لها في أقرب الآجال. أمجيد فيه نقائص، على مستوى المؤسسة التربوية، وخذينا ما يلزم من إجراء. فيه نقائص على مستوى المصلحة الصحية وقاعة العلاج، أخذنا كذلك مصلحة جديدة، منشأة جديدة فيه تعليمات بديناها وراح نتابعها إن شاء الله، بيكون ممرض على مستوى بصفة دائمة، وفيه دورات للطبيب على مستوى هذه القرى. الموضوع الثاني فيه منشأة شبانية كذلك زرناها، ومنشأة جديدة سيتم تجهيزها وتوضع تحت تصرف الأبنانا. على وقع الغناء ودعونا هؤلاء وكلهم غبطة وأمل في مسح الهم والألم الذي رافقهم لقرون من الزمن.